أنا أستاذ حرف أتقن تطويعها، وأنا قلم كمشرط جراح تفنن في تفصيلها، رجل حاك من درر اللؤلؤ بردة تحجب الشمس، وأنا ساخر أتقن فن التلاعب حول الخطوط وتفرد بعمق لا يتقنه غيره. أنا تاريخ طويل، رقم يعده المختصون نقطة تحول في تاريخ الكتابة، وأنا كاتب لمس هموم وطنه فسطرها، وأنا إنسان لم يختره المجد لكنه هو من كتبه. أنا مشعل السديري.